الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات المتابعين داخل المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد. إن شاء الله كنتكلم على شتلات الزيتون أو نقلة الزيتون. يعني عندنا تقريبا واحد 8 انواع ولا 10 انواع ديال الزيتون. اللي خاصة النقلة ديال الزيتون كنخليو لكم الرقم الواتساب والاتصال على الشاشة. المنطقة النواحي العطاوية، منطقة العطاوية السراغنة، تابعين يعني تابعي الحوز، تنسيف الحوز يعني كتسمى العطاوية السراغنة تنسيف الحوز. يعني الهاتف هو والواتساب هو يعني هو الوسيلة الوحيدة للتواصل. بالنسبة للأنواع ديال الزيتون، كاينة ديال السبليون، كاينة الأربيكوين والأربوسانا وبيكوال، كاينة كرونيكي ديال اليونان، وكاينة الأصلية ديال البلاد هي الحوزية والمنارة والبيشولين المغربية، وكاين كاينة بيشولين لونغ دوك فرنسية. كاين واحد جوج تنوع ولكن فيهم واحد النسبة قليلة، كاين تساوت في واحد تقريبا 600 تقريبا هي تساوت وداليا. كاين هاد جوج تنوع، وان شاء الله في المستقبل غتكون اكثر، واحد العدد اكثر ديال الانواع ان شاء الله بحول الله مع قوته. بالنسبه للاربيكوين راه العمر ديالها 7 شهور، ويعني وشتلا يعني تبارك الله وافيه وطويله تقريبا من 60 فوق، من 60 سنتيم والفوق. وبالنسبه لاربوسانا وبيكوال كرونيكي، الحوزية راه فيها جوج نواع، فيها دي ديال 7 شهور ولا 6 شهور، وفيها ديال العام عام و 4 شهور، وفيها ديال العامين، وفيها ولكن انا نصحك الاخ كنصحو يدي الشتلات اللي هي صغيرة عندها عام وقليل، لان الشتلات اللي كتفوت العام يعني راها كتصعب شوية، يعني كيخرج لها العرق من الساشية كتصعب شي شوية. لكن الافضل الانسان هو يغرس اللي هي صغيرة. هاديك تبغي الجو يكون بارد، الا بغا يغرس هاد الحجم كبير يعني خصو يكون الجو يعني بارد، خصو يغرس قل بحال هاد لاربيكوين، مخصوش تعدى 60 70 سنتيم، هو الماكسيموم ديالها اللي خصك تغرس عليه، يعني وتكون يعني ما خارجش العروق ديالها الغلاط. هاكا هادوك الرقاق يعني هاديك ضروري كيخرجو، لكن العرق اللي هما كيغلاضو بزاف كيخرجو، كيعودو شادين الساشي شادين الشتلة مكيخليوهاش تهز من الأرض، كيصعب شي شوية. بالنسبة للونغ دوك راه كاينة الإرباسي وكاينة الكريفي. إخوان اللي خاصها الإرباسي ولا الكريفي راه موجودة، يعني شتلات مليحة، يعني تاهي تقريبا بداية الكريفية تقريبا شهر 4 ولا شهر 5، يعني تبارك الله يعني ولات شتلة وافية وزوينة، يعني في واحد النمو مزيان. بالنسبة للإيكوال كرونيكي تاهي فيها اللي هي كبيرة بزاف، وفيها اللي هي ديال 60 سنتيم 60 70 سنتيم، يعني فيها اللي عندها اكثر من العام، وفيها اللي عندها 9 شهور. يعني الاخوان والاخوات اللي تخصوا شتلة الزيتون يتصل بنا على الواتساب او على الاتصال العادي. مرحبا بكم جميعا، حنايا في النواحي العطاوية، يعني ما بين تملالت والعطاوية. اللي خاصه شتلات يتصل بنا، وحنا يعني نعتو ليه ولا نتلقاو ليه في البلاصه اللي هي ممكن نتلقاو ليه، نتسناو يتصل بنا من اي منطقه. مرحبا بكم، عندنا شتلات الزيتون.
تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات، كرحبوا بكم جميعا، وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.